جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك رجل يريد أن يؤدي فريضة الحج، ولكن بسبب غلاء المعيشة لا يقدر على ذلك، ونظرا لأن الحج كما يقول كلفته باهظة عليه، فماذا يفعل؟ لا حج عليه، هذا لا يجب عليه حج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع في السبيل أن يكون أن يتوفر لديه النفقة له ولأولاده من حين يذهب إلى حين يرجع إليهم، وأن يجد مركبا مناسبا يبلغه للحج. فإذا توفر السبيل وهو الزاد والمركوب والنفقة لأولاده ومن تلزمه مؤونتهم إلى أن يرجع إليهم، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وإن لم يقدر فإنه لا حج عليه. نعم.